السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي راح نتكلم عن كيف تقدر تستخدم الشات جي بي تي وانت من السودان، وكيف تقدر تعمل ساين اب، وكيف تقدر تشغل الموضوع ده. الموضوع ببساطة ظهرت في الآونة الأخيرة أنه أنا أستخدم الشات جي بي تي في أنه أنا أسأله بأسئلة معينة ويقدر يجاوب لي. فحاليا سألته حاجات عن البرمجة، سألته حاجات عن الأطفال، تعليم الأطفال البرمجة، سألته في جوب بتاع وظيفة، سألته في حاجات كثيرة جدا. فالفكرة أنه أنا كيف أستخدم الشات جي بي تي في أنه هو أقدر أنا أستفيد منه في الحياة، أو في أنه أنا أقدر أتحصل على وظيفة، أو أنه أنا أقدر أتعلم مهارة معينة. فالفكرة أنه أنت بتحاول انك انت تساله، وهو بيكون عنده كميه من الداتا وكميه من الانفورميشن والمعلومات. بناء على الداتا اللي انت او السؤال او الكويتشن اللي انت سالته بيقوم يجاوب عليك. فالفكره انه انت تقدر تستفيد من الحاجه دي في حاجه صالحه لك انت، في حياتك، في دينك، في تعليمك، حياتك العمليه، حياتك الاسريه، مختلف انواع الحياه يعني. فأول حاجة نحن عشان أنت تقدر تستخدم الشات جي بي تي لابد تفعل الفي بي إن. يعني أول حاجة لابد أنك أنت يكون عندك في بي إن، فمفترض أنك أنت تنزل الفي بي إن. يعني إذا أنت ما نزلت الفي بي إن لابد يكون عندك في بي إن، فحتعمل إنشاء للفي بي إن أو تكتب في بي إن وتعمل داونلود للفي بي إن. فأنا حاليا عندي في بي إن يعني على الجهاز، ممكن استخدمه، ممكن تستخدم ال VPN الاونلاين او اي VPN يعني. فالفكرة انه هنا انت بتستخدم ال VPN عشان تقدر تستفيد من انه الدول، بعض من الدول هي دول محظورة. فانا هنا حعمل مثلا داونلود لل VPN، تقدر بعدك تستخدم معي. لكن حاليا فتح ال VPN. طيب الخطوة اللي بعدها شنو؟ الخطوة اللي بعدها بتخش على جوجل بشكل عادي، بتكتب شات جي بي تي، شات جي بي تي، بعدك بيفتح معاك الموقع ده اللي هو اوبن AI، دي الشركة اللي هي عملت الشات جي بي تي. فبتدخل فيها. دخلت فيها بتظهر عندك الواجهة دي. دخل عندك الواجهة دي بتقوم تعمل تري شات جي بي تي. أنا حاليا يعني مسجل، فعشان أنت تسجل في الحساب هنا، بعد ما فتحت الفي بي إن بتقوم تعمل عملية هي خاصة بأنك أنت تسجل في الشات جي بي تي. طيب تسجل كيف؟ مثلا نحن إذا عملنا login out. طيب عايز تسجل بتعمل sign in. عندك الايميل، او ممكن تسجل من خلال continue with google. طيب يعني اذا عندك حساب في جوجل فممكن تسجل بحساب في جوجل، او سجل بالإيميل عادي. فأنا هسجل بحساب تاني من جوجل. بعد ما سجلت قال لي cannot available to my country. طيب في الحالة دي أنا لابد أتأكد أنه الفي بي إن شغال ولا الفي بي إن هو الآن ما شغال. في بي ان الان ما شغال، هقوم اشغل. طيب حاليا كده في بي ان شغال معي. فاول ما اعمل تراي للموضوع مره ثانيه، ف هيفتح معي. طيب حاليا كده فتح معي اللي هو open
في طريقة أنك أنت ممكن تسجل من خلال الإيميل عادي. أعمل تسجيل مرة ثانية. الفكرة إنه أنت بعد ما سجلت ودخلت على الإيميل حقك كان not available. Okay. طيب نحاول نسجل بإيميل عادي. طبعا أنت ممكن تسجل بإيميلات، يعني في إيميلات بتكون جاهزة ممكن تسجل بها عادي، زي مثلا في حاجة اسمها تمبلت إيميل. تمبلت إيميل، التمبلت إيميل دي الفكرة إنه هو بيدوك إيميلات بشكلها، تمام؟ الإيميلات دي مثلا بتاخد أي إيميل مثلا بيظهر لك هنا، وبعد ذاك لما تعمل ريفرش بتكون إذا في أي مسج جاتك على الإيميل دي، يعني زي ايميل كده انت بتستخدمه لغرض الحاجة، او تستخدمه بس لحاجة معينة، وبعد ذاك يعني ما ايميل يكون مستدام يعني. فالفكرة كده نجرب واحد من الايميلات دي مثلا، وبعد ذاك نرجع لشات جي بي تي. طيب حاليا أنا داير أنسخ الإيميل، بعمل continue. مفترض أنا أعمل continue. طيب عملت continue، قال لي اكتب الباسورد، ممكن تكتب أي باسورد، لكن لابد يكون في حرف كابيتال. أعمل continue. طيب الفكرة حاليا إنه أنا دخلت بالإيميل حقي اللي سجلت بيه، لكن قبل ما يعمل معك يفتح معك النافذة، بيطلب منك رقم الهاتف، ورقم الهاتف لابد يكون رقم هاتف هو موجود في واحدة من الدول الأجنبية اللي بتكون متاحة، حتى يعني الدول العربية بتكون ما متاحة يعني. فالفكرة إنه في تطبيق أنت حتنزله، هو التطبيق ده اسمه هو آب بتحتاج إنك أنت يعني يكون عندك أرقام تقدر تستخدمها، اللي هو الآب اسمه ده واحدة من المواقع برضو، هي اسمها فون نمبر، اللي هي عبارة عن ويب سايت بيقوم يديك شنو، بيقوم يديك أرقام مثلا زي دي، فأنت بتقوم بتنسخ الرقم هنا وبتقوم بتكتبه في الشات جي بي تي، بعدك هو بيقوم يرسل لك رسالة أو مسج. طبعا الخطوة دي انت بتعملها لأول مرة فقط، يعني كان ما بتحتاج انك كل مرة مثلا تعمل تسجيل دخول بالطريقة دي يعني.
بس نحن بنتكلم عن الخطوة دي تحديدا، لأنه أنت أول مرة وصلت تعمل حساب جي بي تي وأنت في السودان مثلا. فهنا الفكرة أنه أنت بتكون بتخش على واحدة من المواقع دي، طبعا مواقع مجانية فور فري، تشوف واحدة من البلدان، يعني مثلا أمريكا، فرنسا، إسبانيا، دول أجنبية دي، وتقوم تشيل الرقم مثلا هنا، وتقوم تنسخه في شات جي بي تي، وبعد ذاك هو بيرسلك الكود، يعني بيكون زي كود، فبيقوم بتشوف هنا إذا مثلا في أي مسج وصلت من الرقم ده، بتظهر لك في المنطقة دي بعد ما تعمل شنو لوجين من خلال الرقم ده على شات جي بي تي. تمام، أعتقد كده واضح. طيب، في طريقة تانية برضو اللي هو في زي أبس كده، أيوة هو ده. إذا مثلا الطريقة دي ما نفعت معك أو ما نجحت معك، لأنه الناس كثيرة بيستخدموها يعني، فممكن تكون في أرقام it's not accessed، يعني ما متاحة بالنسبة للاستخدام. ففي خيار تاني إنه أنت ممكن تستخدم تطبيق اسمه 2NR number، اللي هو ده عبارة عن تطبيق أنت ممكن تنزله على التلفون أو ممكن تنزله من على جوجل بلاي. التطبيق ده هو بيتيح لك أرقام من دولة بولندا، يعني أنت لما تدخل في شات جي بي تي هتختار الدولة هي بولندا، وتبدأ تختار التطبيق ده أو تنزل التطبيق ده. زي ما ظاهر لكم هنا، أنت بتقدر تختار الرقم من خلال التطبيق، يعني يكون في بيديك رقم مثلا زي ده، أنت بتقوم بتنسخ الرقم ده، وبعدك بيقوم هو يرسل لك مسج، المسج بتظهر داخل التطبيق وليس في التلفون. دي برضه نقطة مهمة، أن المسج بتظهر لك داخل التطبيق اللي هو 2NR. طيب، برضه في نقطة مهمة جدا الناس تنتبه لها، أنه لما أنت أخذت الخطوة دي مثلا، لابد أنك أنت هنا العلامة دي تكون خضراء، يعني لو كانت حمراء يعني كان باللون الأحمر هنا ما حد يجيك رسائل، فلابد هي تكون باللون الأخضر حتى بعد ذلك تقوم تنسخ الرقم وتحط في شات جي بي تي عشان تعمل تسجيل، وبعد ذلك هو يرسل لك الكود. طبعا أول ما رسل لك الكود كده خلاص، هو سجل لك حساب رسمي على شات جي بي تي، وبعد ذلك بتعمل فتح بالنسبة للشات جي بي تي بطريقة عادية جدا، وممكن تقدر تسأله سؤال عادي، بس أكيد إحنا نقدر نسأله ما هي دولة السودان، نشوف هل حيجاوب ولا لا. دولة السودان هي دولة في شمال أفريقيا، تحدها مصر وليبيا أو جمهورية السودان الجديدة وتركيا واليمن، وهي ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث المساحة. واو، وتعتبر واحدة من الدول المتوسطة في العالم. يعني الفكرة أنه أنت بتقدر يعني تاخد معلومات كأنه من ذو الخبرة، أعوام وسنين في المجال. طبعا الشات جي بي تي غير انه هو بيديك المعلومه، هو بيتعلم منك، يعني انت مثلا لما تضغط هنا مثلا ده لايك، فمعناته هنا انه انت المعلومات دي هي صحيحه بالنسبه لك. يعني لما تضغط ديسلايك هو بيحاول تاني يراجع الداتا بتاعته، وكل مره بينوع في الاجابات، ودي الميزه، انه الان الناس هي مفتكره انه الشات جي بي تي بس بيديك إجابة واحدة لسؤال واحد، يعني ممكن يكون نفس السؤال يسأله شخص تاني مسجل برضو على شات جي بي تي، لكن يديه إجابة مختلفة، ودي هنا الميزة الجديدة في الشات جي بي تي. غير كده أنه هو بيديك باللغة العربية، بيديك باللغة الإنجليزية، يعني متنوع اللغات أو متعدد اللغات. والحاجة التانية واللي هو بيديك أي حاجة، يعني وبيديك ده بطريقة بروفيشنال، يعني بطريقة زول هو اكسبرت أو خبير في المجال ده، ليه سنين وليه أعوام في الحتة دي. فالموضوع حاليا أصبح أنه أنت كيف تستخدم الحاجة دي في صالحك، وليس يعني تتكل عليها اتكال نهائي، لأنه الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس بيشوفوا أنه شات جي بي تي خلاص حيغير الوظائف، الريزك اللي ربنا كاتبه ده انت بتتحصل عليه، سواء كان في شات جي بي تي سواء كان بره شات جي بي تي.
في النهاية أنت لابد تكون محسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ولكن هي تكنولوجيا وهي عبارة عن مصادر وأدوات وتوز أنت بتستخدمها في صالحك وبتوظفها في الحاجة اللي أنت دايرها، سواء كان حاجة في حياتك الشخصية أو حاجة في حياتك العملية أو المهنية أو الدراسية. فأحسن الاستخدام عشان تستفيد من الموضوع بطريقة جيدة، وتقدر أنك أنت تقدر تبقى خبير في الحاجة اللي أنت بتعمل فيها. ده كان فيديو اليوم. أتمنى أنا هحط الروابط كلها بالنسبة للشات جي بي تي والرقم كيف تبحث عليه ورابط التطبيق، كلها هحطها لكم تحت الوصف. ده كان فيديو اليوم، فتكون بعافية.